تحية شكر وتقدير لكل الناس اللي عرفوا اللي فيها، عرفوا ان انتر مش هيعمل ريمونتادا على ليفربول في الانفيلد، وعرفوا ان ليفربول كده كده هيصعد لمؤاخذة، وقرروا ان هم يستثمروا وقتهم في مباراة بايرن ميونخ وريد بول سالزبورج. المباراة اللي انا اتفرجت على اجزاء من المباراة الاولى، مباراة الذهاب اللي كانت في النمسا، وعجبني جدا فرقة ريد بول سالزبورج، عجبني جدا الافكار اللي جاي بيها مدير فني شاب زي ماتياس يسلا، عنده 33 سنة، والناحية التانية يوليان ناجلسمان اللي كلنا بقينا عارفين ان هو عنده 35 سنة وماسك بايرن ميونخ، واحد من اكبر الفرق اللي موجودة في العالم، ومدرب اظهر شخصيته واظهر قيمته اللي بدأت توضح عند ناس كتير ان الموضوع مش موضوع سن ولازم يكون عندك 50 سنه علشان خاطر تمسك فريق زي ليفربول. يوليان ناجلسمان اللي من اول ما تقعد تبص على تشكيل بايرن ميونخ هتعرف حاجه مهمه، يعني بايرن ميونخ جاي النهارده بيلعب 3 2 4 1، هو بيلعب 4 تحت ليفاندوسكي، هو جاي بيلعب 4 تحت ليفا، لان هو حرفيا هو جاي النهارده يلعب كوره وجاي النهارده يعمل سكور. هو ما عجبوش المباراه الاولى اللي عملها قدام ريد بول سالزبورج في النمسا، فجاي النهارده عارف ان الفرقه شابه جدا، فرقه ريد بول، عارف ان المدير الفني مدير فني شاب، فانا خبرات عنك وانا هديك درس. وفعلا بايرن ميونخ عطى درس لا ينسى لماتياس يسلا واللعيبه بتاعته. التقييمات بتاع فرقه يسلا النهارده كلها بسم الله ما شاء الله تحت الخمسات، 5 8 5 4، الفرقه بسم الله ما شاء الله ما شاء الله ما جاتش خالص اللي هو انت عندك خبرات. لا انا برضو كان ما عنديش خبرات من سنتين ثلاثه. تعال اعرفك يعني ايه خبرات، يعني ما تجيش تلعب معايا في اليانز ارينا مباراه مفتوحه، تقدم كرة جميلة، عندك افكار حلوة، عندك لعيبة زي كريم اديمي، عندك لعيبة كويسة، بس ما ينفعش انك تيجي تجمني هنا في الانا زارينا في الخبرات. انا جاي اعلمك خبرات، انا بقى جاي هاجمك في ملعبي، انا حاطط لك هنا جنابري، حاطط لك مولر، حاطط لك ساني، حاطط لك على الناحيه دي كينجز لكومان، تحتيهم موسليرا وجوشوا كيميتش، والثلاثه تحت في بافارد وفي نيكولاس زولي وفي لعيب زي لوكاس هرنانديز ناحيه الشمال، مفترض ان هو كان بيغطي التقدمات اللي بيعملها كينجز لكومان، بس كومان النهارده كان بيقدم سيمفونيه هو وجنابري ومولر وساني وطبعا ليفاندوفسكي. ليفاندوفسكي اللي في 11 12 دقيقه سجل لك هاتريك، اول جون في الدقيقه 12 ضربه جزاء ليفا بيخش يحط، تاني كوره اتحسبت من بره الفار قال لك لا من جوه ضربه جزاء، ما عنديش مشكله هات الكوره لعبنا جبنا التاني اهو، يلا يا جماعه بقى هنجيب التالت اهو. وفعلا بايرن ميونخ على طول جبنا التاني، هم بيهاجموا هنجيب التالت. الهدف الثالث جه في الدقيقة 32، لا جه في الدقيقة اسف 23، 23 الهدف الثاني في 21 والهدف الأول في الدقيقة 12، يعني ما بين الهدف الثاني والثالث دقيقتين بالظبط، الكرة اتاخدت اتسنطرت، لعيبة ريد بول سالزبورج طلعوا يهاجموا هجمة مرتدة، ليفاندوفسكي حط الهدف الثالث. نسكت بقى على كده، بايرن ميونخ ما بيسكتش، ودي ميزات بايرن ميونخ اللي بيحبها اي حد بيتفرج على ماتشات بايرن، ان هي فرقه لا مؤاخذه طماعه وما بيفرقش معاها حوار ثلاثه واربعه، ده جبنا الثالث والرابع نجيب الخامس والسادس، ما فيش اي مشكله ولا فيها اي جريمه. عشان كده شفنا الهدف بتاع سيرجي جنابري في نهايه الشوط الاول، عشان خاطر ان انا اقول بقى بايرن ميونخ هيسكت بايرن ميونخ هيهمت، عيب، ما يبقاش بايرن ميونخ. بايرن ميونخ عودنا ان هو جاي يا باشا يحط على اي حد وجاي يحط ارقام، قلنا لك ايه خبرات. اول تغيير بتاع بونا صار في الدقيقه 46 مكان سيرجي جنابري، جنابري اللي العالم كله عارف ان هو كده كده ماشي ومش هيجدد في بايرن ميونخ، فالراجل بيعودهم من دلوقتي نلعب من غير جنابري. الهدف الخامس توماس مولر حطها في الدقيقه 54 بتصويبه جميله، ومولر احتفل الاحتفال بتاعه قال لهم هاتوا الكور هاتوا، لسه بدري لسه بدري، في سادس وسابع النهارده، اللي هو يا جماعه ارحموا عزيزك هو منزل، دي فرقه شابه ومدرب شاب، ما ينفعش تحطوا عليهم الحط ده كله، نحترم الخصوم شويه يا جماعه. قال لك لا 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 نجيب الكوره عشان لسه فيه لسه فيه كمان 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 كمان، لحد ما فرقه ريد بول سالزبورج سجلت الهدف الاول في الدقيقه 70. لعيب بايرن ميونخ قالت لك يا باشا احنا كنا اقتنعنا وقعدنا 10 12 دقيقه ما نسجلش اهداف، تعالى يا حبيبي انت بتجيب فين انا جون، تعالى برضه لسه بتلعب مباراه مفتوحه قدامك، تعالى تعالى تعالى، علشان يجي توماس مولر يعلم عليك تاني ويجيب الهدف السادس في الدقيقه 5 في الدقيقه 83، علشان برضه ليروا ساني يجي مسجل فيهم الهدف السادس، لا الهدف السابع بقى، الهدف السابع في الدقيقة 85، الدقيقة 85 زي 83، خدوا الكرة برضه راحوا سنتروا، ساني خدها حطها جون. هو بايرن ميونخ جاي النهاردة بيوصل لهم رسالة واضحة، إن أنتوا هاجمتونا وعملتوا علينا ماتش حلو هناك في النمسا، تعال استحمل، اللي يلعب مع الأسد يا باشا استحمل،
انت لعبت معايا ولعبت معايا جيم مفتوح هناك في النمسا، تسكت على كده؟ لا، جاي تعمل جيم مفتوح معايا كمان هنا في ملعبي في اليانز ارينا. لا، ده انت ما بتتعلمش بقى. خد يا عم يسلا، خلي الماتش ده في السي في الجميل بتاعك كده، وانت تتعلم كويس قوي يعني ايه تروح تلعب بايرن ميونخ في الاليانز ارينا. يعني يا باشا تحط الفرقه كلها دفاع، ولو هتعرف كمان تجيب اللعيبه اللي قاعده جنبك على الدكه تحطهم دفاع، وتنزل انت والطقم بتاعك تقف قدام الجون. ده النظام بتاعنا لو جاي تلعبنا في الاليانز. انما هتيجي تهاجمنا وتلعب جيم مفتوح، اشرب، خدت 7 مش هتنساها طول عمرك. حب انا الفرق اللي زي بايرن ميونخ دي، بس مع الاسف الشديد يعني الواحد مش فاضي تشجيع بايرن ميونخ، لان كده كده بايرن ميونخ بياخد الدوري في المانيا من غير ما اي حد ما يشجعه، او من غير ما اي حد ما يقعد يتفرج على الماتشات بتاعته في الدوري الالماني. بس مشاهدة بايرن ميونخ متعة عزيزي فاتتك النهاردة بصراحة، كانت مباراة جميلة جدا، مباراة ممتعة بالنسبة لأي حد بيشجع بايرن ميونخ. أما بالنسبة لأي حد جاي يشمت في بايرن ميونخ فما ينفعش تيجي تشمت في بايرن ميونخ، لأن بايرن ميونخ فرقة ما ينفعش إنك تشمت فيها. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو اتفرج على ماتشات تانية بايرن ميونخ عشان تحاول تشمت فيها وبرضه هيكسبها.